إذا أنت من الأشخاص الأذكياء فحاول تمسك أعصابك شوي، لأن لعبة اليوم ما تحتاج أنك تفكر بذكاء، تحتاج أنك تفكر بغباء. السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا سامي كلاتش. اليوم وش هذا الفيديو اللي هو عندنا اليوم يا جماعة؟ مقطع لعبة جدا غريبة، جدا مختلفة عن الأجواء القناة اللي دائما أنزلها وعلى الألعاب اللي دائما أنزلها. اسمها فيل مان، الرجل الفاشل. بصراحة يا جماعة خير، جدا متحمس اني العبها، لعبة غريبة جدا مختلفة تماما. فإذا حابين مثل هذا النوع لا تنسوا اللايك، اشتركوا في القناة إذا كنتم مو مشتركين، رايكم جدا مهم يا جماعة الخير. إذا ودكم ننزل مثل هذا النوع من الألعاب، لأنه في أنواع كثير ونزلت في السنة الماضية أتوقع نفس هذا النوع اللي كان موجود، يا جماعة يكتب لي في الكومنت على هذيك الأيام. فالمهم خلونا نبدأ ونلعب. بسم الله، وأنا السماعة هاي. أوكي حلو، والله موسيقى ما تبشر بالخير، بس نقول ستارت جيم. يلا بسم الله. اوكي، هذا الليفل الاول يا جماعه، زي ما قلت لكم ان لازم تفكر بغباء. فهذا الشخص مثلا يبي يسحب الصراف، اوكي مكتوب نو كاش، يعني ما في فلوس. طيب روح البنك. وش اسوي بالضبط؟ خلاص يا اخوي اسحب. ايوه طيب. يا نذل يا نذل، كسر البنك، اخذ الفلوس، اعطاه اياه، راح الشرطة اخذوه. لا، بداية خير للعبة. اوكي نيكست ليفل. اوكي تصيح البنت ليش؟ تبي بلونة؟ اوكي بل. طيب خلاص اصبري ثواني. بلونة، طلع بلونة. هاي ما في شيء يضغط عليه، والله عرفت ان تبي بلونة، اصبري. اوكي ايوه حلو، اعطيها. لا شباب، احنا هذا نذل، هذا بكل اختصار. اوكي ايش السالفة؟ توصل. اوكي وش بتسوي انت ويا وجهك؟ ايوه الله يا جماعة تخيلنا نذل، والله يخرب بيتك. وش ليش انا فكرت في سعادة، والله طلع. اوه يلعب مورتال كومبات، سب زيرو لوكن. اوكي طيب، او لوكين ما ادري اسمه. المهم طيب وش بتسوي؟ اجلد كم. انا ما بتكلم، خلاص كذا تو ماتش. طيب في حريق، وش بسوي؟ بزيدها طبعا، بزيد الطين بله اكيد، بس وش بسوي؟ ايوه حلو هذا ما في ماي. لا حطه. ما في ماي زيادة، وش الحل؟ اوكي حلو كله حلو. يا جماعة خلوا المقطع الرجل النذل مو الفاشل. اوكي واحد في الصحراء طايح عطشان اتوقع. اوكي يب عطشان. طيب وش بيسوي للاخ؟ حلو هذا هو. اوكي وش بيسوي؟ حلو يحفر ما في شيء. اوكي حلو يحفر زيادة. اوكي يشوف له ماي، هذا ماي صح؟ طيب وش يسوي بالضبط؟ حلو. لا تقول الله العظيم. طيب هذا وش المشكلة عنده؟ اوكي في الارسال، اتوقع الارسال يب. طيب فوش الحل؟ خلينا نضبط الاشياء. وانا كفيلمان يا سوبرمان، انت سوبرمان التخريب. يب هذا هو فيلمان. اوكي حلو كفو، عطى الرسالة على وجهه. يب روح، تبي رسالة؟ هذا رسالة. ايوه ايش بسوي فيه؟
راح يتصل بكل برود. ايوه على طول اضغط عليه. ايوه اوكي. تبي هذا؟ اوكي طيب. نقذ صراحة، نقذ يعني ما تقدر تقول شيء يا جماعة، نقذ الموضوع يعني. الله عليك الله عليك، ذكي. لا ذكي الصراحة. دميتها اوكي حلو، روح جيب لها دميتها. طيب اوكي، وش هذا؟ حلو بيشرب. حلو اوكي. والله ساعد يا جماعة. صفقة. ساعدها. الله اكبر، وش ال الله الله. اوكي لحظة في دجاج. هي في دجاج بيمشي. اصبر كفو. ايوه ساعد الدجاج. يلا يمين يسار. ليش والله نضغط. اوكي سيارة بتجي من هنا، اوكي بعدين سيارة ثانية بتجي من هنا، بعدين سيارة بتجي من هنا، اوكي بعدين سيارة بتجي من هنا. كفو، بس كسرت سيارات العالم عشان دجاجتين. والله حقوق الحيوان، حقوق الحيوان يعني ما والله هو بكبره حيوان. ايوه يا رويل سلت. الله العظيم. طيب باص لازم يمشي. واحد متاخر. فيلمان الو وين؟ كيف طيب لازم اعرف وين اضغط اول شيء. يمين يسار، ما في شيء. يا شباب لازم اضغط شيء. والله ما ادري وش اضغط. اصبر. وش اسوي؟ لحظه، ادم فكر بغباء. اوكي ادم فكر بغباء. حلو، وش المطلوب؟ وش انت فين يا جماعه؟ في شيء انا مو شايفه. وين؟ ايوه طيب ايش استفدت؟ طيب يعني لا صراحه يا جماعه ساعده، انا ما اقدر اقول شيء صراحه، ما نقدر نقول شيء. لا ليش؟ كفو، اضرب اول اضرب الثاني. حلو. ايه جالس لي خايف بعد في الارض. قوم يا شيخ، صح عليك. تعجبني قدوتي في الحياه. اوكي حلو، يبي يوقف تاكسي لان سيارته خربة. لا انت بتخرب ابو السياره. هاي كابتن كفو، والله اشتغلت. دهاء عبقريه. طيب لحظة، هاي الشمس لحظة بتغرب. هاي وش السالفة؟ اوكي وش البط؟ اصبر بتغرب اصبر. وشو؟ اوكي حلو. صاروخ اوكي. اوبا اوكي تفجر هذا. طيب لا اهم شيء خرب عليهم بس هذا. لا اوكي انا ما بتكلم خلاص. اوكي ما بتكلم الا عودكم مثل هذا النوع حشش من المقاطع. لا تنسى اللايك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين. يلا سلام، باي. سلام، كان معك ادم زومبي كيلر تشكيو. مع السلامه.